48 دقيقة على أخبار اللي عملت جدل كبير في الويكاند، أثارت تفاعلات التوانسة في مواقع التواصل الاجتماعي. تتفيت مع سندريلا وقت البوكس نيوز. بوكس نيوز، مرحبا. باش نحكي لكم على التصاور اللي شفناهم تبارتاجيو واللي فيهم وزير الصحة يتلقى في التلقيح، وشفنا زيدا زكريا بوغيرا كيف يتلقى في التلقيح، زيدا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر البارح يتلقى الجرعة الأولى من تلقيح كورونا. وحسب الصفحة الخاصة بوزارة الصحة يقولوا أنه عدد الناس اللي عملوا تلقيح اليوم التوانسة وصلوا ل 12496، وفي بلاغ ليها وزارة الصحة تدعو كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلقيح المضادة الفيروس كورونا للتسجيل باش ينجموا هكاكا يعملوا التلقيح. ذكركم بالنومرو الاس ام اس اللي هو 85355، والى الرقم الاخضر 80 10 20 21. ونعرفوا رفيق اللي برشا ناس اليوم ما همش مع فكرة انهم يعملوا التلقيح، ذاك علاش التوانسة نبروا وعلقوا. فما اللي قال صحيح احنا حابين على التلقيح اما ماناش ملقحين، واللي كتب عيتوا وانتوا ما تصيحوا وتعيتوا وينو التلقيح وينو التلقيح، ومن بعد جبتوا رواحكم. فما اللي نبر على زكريا بوقرة وكتب حتى كان عمل التلقيح في الاخر باش يموت والكلنا باش نموتوا، معناها زايد. ونوفى بالتعليق هذا، انت بالذات يا زكريا كورونا متحلفه فيك. كورونا متحالفة في تعاطي توانسة مع التلقيح عموما، برهان لباس مريق للأمور بعد ياسر عن منتظر. لا يأكد الطبيعة الغريبة في الشخصية التونسية، هيجنا الدنيا وينو تلقيح وينو تلقيح، كادت تطيح حكومات على التلقيح وكذا، وانتقادات كبيرة ومخرين ومشكلة قضية بالدولة ودرشنية وبوكو حرام جاب التلقيح وإحنا ما جبناش وقضايا ودرشنية وحد ما يحب التلقيح، حد لا يحب يلقى. جست عن فازعة تنبيه، لأنه دارت إشاعة للأسف الأجهزة الاتصالية بتاع الدولة عاجزة الآن على الرد الإشاعة والإقناع بعكسها، ردوا بالكم والتلقيح هذا ينجم يقتلك، وردوا بالك يعمل لك آثار جانبية خطيرة والدوخة ما تقومش منها وكلام كبير ومصدقين، ومعناها وتلقاه يدور حتى في أوساط تبارك الله راهو أوساط مثقفة وأوساط واعية، ما يهمهاش قاعد يصير في العالم، ما يهمهاش تحكي منظمة الصحة العالمية، ما يهمهاش الجهد العلمي بتاع الاختراع هذايا الكبير اللي باش نواجهوا به الكورونا. قال لك لا فك علينا. شكون باش يلقى هنا بعيد على اللغة والخطاب وغيره؟ شكون لقى؟ أنا مقيد الفرصة، أنا مقيد عندي أنا والحاجة مقيد. أنا سجلت قياد الزمان، انت كنت للتلقيح عليه؟ ما نلقحش اخو شيخ، العداء الغرب كافر شفي عملوا لك؟ مش غرب كافر تو كيما قالوا، مش يحاولوا انت يفكوا لك؟ لا مش يفكوا لي يا ودي، تو رفيق تو انت باش تزرع، يحاولوا يسيروك لا مش انا نخاف اخو، انت سيبوك وحدك انا نخاف. تو فازت الخبر هذا قال لك 81 اطار طبي صارت لهم تعكرت، هذه ما جاوبوش عليهم عادي. لا اليوم سمعت شو قالوا، انت باش تجي لي فرصه نلقح؟ مالك ما قيدتش؟ ما مشكله تلقيح. انت تلقح انا نقيد تحكي بجدك؟ نلقح شو معناها؟ عبيت تلقح في العالم اجمع جينا ما نلقحش، انا اذكى معناها من اللي يلقحوا الكل. انت وميما باش تلقح وغيره كذا، وميما تلقح لا وميما لا وميما باش تجيب التلقيح دي بوفون تبيعو سونيا. ليش بك مغشة سامي؟ مفجوعة في روحك يا مالك. ليه قاعدة نخمم؟ فيش تخمم؟ ليه قاعدة نخمم في 81 اللي الحالات اللي راهو كل تلقيح تعملوا، شفت الصغيرات البيبيات كي نعملوا لهم فاكسان شنو يصير؟ تطلع له سخانة، نعرفوا اللي كل بيبي كل صغير تعمل له فاكسان تطلع له سخانة، يتعب شوية، كل تلقيح يتعب شوية، ماهيش حالات خطيرة نتاع اللي باش نحيروا فيهم والا، فما العالم الكل قاعد يعمل في التلقيح وقاعد يشوف شنو ما الانعكاسات اللي تنجم تكون موجودة، كيف ما أي فاكسان لازم فما شوية قلق. تبقى تويكا بالنسبة للناس مثلا اللي كيف هنا عندهم غرام بالصفر راهو باش يجي وقت اذا كانك ماكش فاكسيني ياك ما تنجمش تحط ساقك في طياره وما تنجم تمشي لحتى بقعه في العالم، باش يولي هذاك الباسبور الحقيقي هو الباسبور نتاع الفاكسان نتاع الكوفيد. دونك اللي يحب واللي ما يحبش، تحب تخرج من تونس راك بالسيف عليك باش تلقح بيجي باش يلقى. واهم من حكايه الخروج في تونس حكايه صحه ساعه باش تحافظ على روحك على بالك، على خاطر فما برشا ناس يقول لك شنو توا باش نلقح اما راني يلزمني نلبس الماسك وراني نجم
نجم نمرض وفي نفس الوقت نجم نعدي. اي صحيح نجم تمرض وتعدي، لكن الخطوره نتاع انه واحد يتوفى بالكوفيد تولي تقريبا تقارب الصفر. يا رفيق انا ريت البرجوازيه مشاكلهم في السفر وكل في عوده تشجع السياحه الداخليه وتقول امشيوا للسود وامشيوا، هذه مشكله يا رفيق خليها على ربي والله والثوم والقارس وكذا باذن الله منعين. كان الراو تونس فما شكون يسمع فيك يزي متخلف كل عباد يتبعوه من والله من علامات الساعه من علامات الساعه انه زياد المكي ولا اثر في الناس. اثبت الثوم حتى تجارب قمنا بها في دار برهان صرنا برشا مرات معناتها وجهنا في وجوه بعضنا اخر السهريه صارت غلطه منهجيه في البحث العلمي اللي عملناه انه وقت اللي جينا نعملوا الخلاصه ما كناش في حاله وعي كبيره. يلا الاخبار الثوم راهو مفيد للكورونا. باش نهزكم المطار مارسيليا يا سونيا، غادي تم ايقاف ثلاثه موظفين تابعين للخطوط الجويه التونسيه في مطار مارسيليا بعد احباط عمليه تهريب السجائر قاموا بها على متن الطائره. برشا تعليق من عند التوينسا اللي تفاعلوا كتبوا انا ما حبتش تدخل مخي كيفاش يوقفوهم على خاطر حكايه سواقر حاجه ما تجدش عليا. فما اللي قال والله غريبه كان شديتوهم على السرقه يكون احسن. فما اللي قال وبالطبيعه الدار ما غير مالي سي نورمال الموظفين باش يعملوا ايش يحبوا. ونوفى بالتعليق هذا فضيحتنا عابره للقارات. مشكلة كبيرة اللي صارت حكاية التونسير وبرشا تأويلات ولحد الآن ما عرفناش شنو اللي صار 100% معناها حكاية حديث على دخان وحديث على مخدرات وحديث على كذا. نحكي في الناس اللي تصنع في الرأي معناها واللي هبطوا اي ما عرفناش شنو قالوا دخان قالوا دخان عادي مش عادي نخدم اخبار نورمال دخان مش نورمال بلغها بإساءة كبيرة لصورتنا وصورة البلاد صورة الناقلة معناها انه في مستوى معين مضيفين وكذا معناها يتم القبض عليهم في فرنسا بتهم التهريب بالبكوات الدخان. معناها هذا يعطيك صوره على الوضع العام اللي موجود في البلاد. تونسير سارعت على الاقل ما كذبتش سارعت طول باش حكيت على الحدث وقالت تم احالتهم ساعه في فرنسا كذا هم الان في حاله ايقاف. العباد تشكي في على الخدمات المقدمه للمسافرين اللي تعطلت مصالحهم نتيجه الايقاف هذا اللي حصل في مطار مارسيليا. مرة أخرى هذاك احنا كهوة وسبلومون ما علينا كان يا ما خلينا نكونوا معناها صراحة هذا نعرفوه احنا ما نعرفوه معناها هل ريزو وتخريج وغيره كذا معناها في علاقة بالناس اللي تخدم مالوريزمون نسبة صغيرة كبيرة ما عنديش ولكن موجود منه معناها كي تحكي مع ناس موجودة تخدم في تونس يقول لك راهو موجود هذا الدخان وغير من الدخان زاد موجود مالوريزمون ولكن فضيحة اليوم كي تصير في فرنسا وطيارة تقف ما عادش عندنا شكون باش يروح بها ونقعدوا نستناو قالوا رانا علمنا وقلنا راهو فما ترافيك فما ريزو كامل خاطر وقت اللي تعرف سوم الدخان في فرنسا ما مثلا تفهم علاش يصير ترافيك باكو دخان قرابه 10 اورو ولا ما نعرفش قداش وصل تويكا. دونك تصور انت وقت اللي خرج لك كيف ما الحال في القضيه هذه 60 كرتوش دخان قداش الارباح تنجم تكون. الحديث على كميات اكبر وميات وغيره يحكي على 3000 باك وكذا ماناش فاهمين شو بالضبط اللي صار ولكن اللي صار فضيحه بكل المقاييس ياكد انه تونسير اليوم ناس ترتع فيها كيما تحب في انتظار انه تبدا عمليه الاسلحه والانقاذ المنتظره توا على الاقل 10 15 عام. نعود بعد الفاصل ما تبعدوش مع السندريلا مواصلين بالاخبار. تسريح مثير للجدل الشاب بشير. نحكي لكم على الشاب بشير اللي كان حاضر في برنامج فكره سامي الفاري على قناه الحوار التونسي بعد ما صرح وقال انه صوت المراه عوره. اعتبر زاده الشاب بشير انه اللي قاعد يمارس فيه يعني الاغناء حرام في الدين الاسلامي وماهوش يستحي من الكلام هذايا ويقولوا بزو معناه يقول راني انا اليوم ان شاء الله ربي يهديني ونبطل الاغناء. وقال زيدا انه ما يراش روحه في عمر متقدم ولا في سن متقدم وهو يغني هذاك علاش
علاش اليوم هو يعتبر اللي يقوم بأحرام. برشا تعليق من عند التوينسة اللي قالوا والله ما السكيزوفرينيا عند الفنانين التوينسة هذه مش أول مرة، المرة الأولى زينة القصرينية واليوم الشاب بشير كي هو حرام علاش تعملوا فيه، فما اللي قال انتظام من عمرك كي هو حرام حرام وانت صغير وحرام وانت كبير، وفما اللي كان عنده رأي مخالف وقال برافو شاب بشير صحيح الغناء حرام وانت أكدت هذا ومش عيب انك تتبع دينك. ونوفى بالتعليق هذا الشاب بشير الغناء صحيح حرام ما راهو الغناء حرام في كل الأعمار مش وانت كبير أكهو. الشاب بشير وتسريح أثار الجدل، حر مش حر اختير تفكير من نوع هذا ولا سكيزوفرينيا؟ لا نجم نقول لك أنا نعمل في حاجة غالطة اليوم وغدوة إن شاء الله ربي يتوب عليا، مش من حقه يقول هذا. هذا في المسألة اللي طرحه ما نعرفش سونيا بالنسبة لي كي. والله بالحق حاجة لا حاجة تعب، بالحق حاجة تعب، بالحق سكيزوفرينيا أولا بو هو حر يغني ما يغنيش، لكن كونك تجي وأنت فنان وتقول راهو الغناء حرام، قاعدين رانا قاعدين نزرعوا في حاجات ياسر خايبة ياسر خايبة، معناها الحاجة اللي تبعث على البهجة والفرحة ما فماش ما فماش شكون ما يسمعش موسيقى وما يتفرهدش مهما كانت نوعية الفن اللي يحبه، يحب الراب يحب المزود يحب بيتهوفن يحب شوبان، معناها أكثر حاجة تفرهد الإنسان هي الموسيقى والغناء. يجي فينا يقول حرام، يزيد يكرسك الفكرة اللي الدين متاعنا راهو دين مقيت، دين متاع حزن، دين متاع السواد، دين متاع الفرحة ما يلزمهاش يتعم. معناها غدوة مثلا إذا كان الكلنا اعتبرنا أنه الغناء حرام، تصور أنت عروساتنا كيفاش تنجم تكون، وأفراحنا كيفاش تنجم تكون، ولماتنا كيفاش تنجم تكون، الراديو الخدمة اللي نخدموا فيها هذية لك 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 نبدأ نتكلموا 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 ولا فما لا موسيقى ولا غناء على خاطر حرام. أما نروا عندهم مسؤولية الفنانين، حرام عليهم اللي قاعدين يعملوا فيه في التوينسة. واضح كلمة برنس شابا شا نحب نقوله كيما برش عباد وموش غالط راه قاعد يتبع في اللي يعملوا فيه الناس. طو نولي نصلي كي نولي 60 كي يوصل 60 يقول لي مزيان طو نولي نصلي كي نوصل 70 لا يا ولدي، اما تحب تغني ولا ما تغنيش، الحلال والحرام راه مش انت تقول فيه، فما قانون، القانون شنو هو؟ هو القران الكريم. هل حرم القران؟ هل جاء تحريم الغناء في القران الكريم؟ كان جاء نقولوا يا خويا ما له هالغناء هذه لو استبعتوه، على إذا أنت مؤمن وعندك قلبك مليان ملك اللي جود وما همش يغنيه وزعمة لكن اللي تتمتع تسمع عبد الباسط عبد الصمد بش يفتق الدنيا من بعد حرام زاد هذاك كل شيء بشو اللي حرام يزين عاد شاب بشار. أنا اللي نقوله شاب بشير إنه كأني بيه اليوم أنت قاعد تصور في الفلوس من الغناء هذا وكأني بيه باش تلم الفلوس هذه هي من الحرام، وقت اللي أنت تعتقد اللي قاعد تعمل فيه حرام معناتها انت قاعد تلم فلوس من الحرام هكا ولا وش تعمل بها هذا الكل؟ ويا انت مقتنع وتقص اخويا، انا اليوم عملت مراجعات اخويا الغناء حرام ونقص ونمشي نعمل اي حاجه اخرى نشوفها صالحه في حياتي، اما انك اليوم تلم الفلوس وفي مرحله معينه باش نوقف الغناء على خاطر يزني نلم وننظم من حياتي تولي فيها الكلام هذا ما قالوش برك الشاب بشير، قالوا ثامر حسني ذات يوم انا في انترفيو لا مش حتى زين القصرية ثامر حسني ثامر حسني ويجيوا يتفقوا على عبيد ثامر حسني قال لا أتمنى أني نموت وأنا نغني، ما نتمناش نموت وأنا فنان، حب يجي نهار نوقف الخدمة هذه لا فنان ولا ممثل حر برهاني خامة مكيكة هو ما كيما نجم أنا اليوم نبدأ قاعد مثلا معاش سامحوني ناس اللي تسمع نشرب ونقول راه الشراب حرام إن شاء الله يجي نهار ونوقفوا، نقول لك أنا اليوم نغني أنا في قناعتي لأن بالنسبة لي ما نجمش نتبناها حتى واحد في المليار، معناها فن ما لا وجود للحياة من غير موسيقى وفن وغيره كذا، ولكن يقول لك هذاك هو فكره انا ضد، لكن اليوم نعمل فيها غدوه ان شاء الله ربي يتوب عليه حر باش يخمم كيما يحب يزيدنا نقبلوا الراي هذايا كيما لا راه الاخرى. من ناحيه الحر هو حر لكن ما يلزمش يتعدى هكا بدون نقاش. نحن الشاب بشير ندعيوه بكل لطف انه يقرا فقه الحلال والحرام تو يكتشف انه ما فما حد شيء يحرم الغناء هالتحريم المطلق هذايا، وهنا المشكله انه واحد كي يبدا يدخل روحه في حاجات ماهوش هو المختص فيها معناها باش يحكم فيها، هو حر بالطبيعه، انا حر اني نعتبر لبس تبان على الطريقه الفرنجيه راهو حرام، المريول اللي لابسينه راهو حرام، السروال الجين نجم نعمل فتوى في تحريمه، الحذاء النعال وكم قاعده امه متخلفه تحرم لبس الحذاء لبس الصباط حتى فقهاء زاد في وقت من الاوقات قلنا المطبعه حرام
قعدنا زوز قرون العباد تخدم في البحث وتنتج في الكتب واحنا نقولوا حرام. يعني بكل لطف يعني ما نجمش انا نفتي مثلا في الفيزياء النوويه انت الاخ بشير معناه نورمال ما اعتبرته حرام برش الدار كان اعتبرته ولا حرام ولا قرا ولا قالوا له لا ما انتشرت عادك الفتاوي في وقت من الاوقات فتاوي الفضائيات الفتاوي المتخلفه بتاع اللي هي نفسها اللي تمول روتانا وتمول الهشك بشك هي اللي تمول الفتاوي بتاع راهو الاغنيه حرام باش تضحك على ذوقون البسطاء خاطر شكونهم البسطاء اللي في وقت من الاوقات تغرموا بالحكايه هذية وكحل عينيك على خاطر كذا وعينيك بلاش كحل راهو حرام الدعاء كل عام في المقابر وصلوا حتى تدخلوا باش تمشي تدفن بوك ولا امك بعد ما تكمل تدفن باش نعملوا الدعاء هذاك يجي يقول لك لا حرام ما تعملش الدعاء هذا راهو بدعه ودخلنا في المتاهات هذية التي يغذيها الجهل وبساطه التفكير. تعرف علاش جي دوني ليكزامبل نتاع ثامر حسني اللي كوميم معناتها لا 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 شكون على خاطر ياثروا في هال مع الاسف انهم ليش ياثروا في العالم العربي يقول بوريان بسايس ولا رفيق بوشناق ولا ثامر حسني شكونوا في الفتاوي شكونوا في الفتاوي بور دير معناها ناجح وممثل وإين وفشل ومغني كبير معناها مش حتى اغنيه شعبيه معناها واشتيح ورديح وبنات وغيره وملاهي ويخرج يقول لك انا راني نحبش نموت وانا فنان معناها الفكر موجود يا رفيق انا نصور دار في الشاب بشير يقول لك انا زاده ما نحبش نهار اخر عمري كبير هذه تترحر غني في الكباريات وشراب موجود اي ما هو هذاك غني يقول لك انا يقول لك غني حرام بكشي على سامي يوسف اللي يعمل فيه حرام من هاك هو بكشي هو يقصد هكا الكلمات تختلف هو حكى الموضوع حل ديبا ويعرف انه العباد مش كلها باش تقبل وفما اللي باش ينقد وفي الاخر حر يخمم كيما يحب ربي يهدي الجميع. يلا سيدي نمشيو مع مونوبري نلعبوا على 200 دينار للربح تو سويت مع مونوبري. مونوبري في عيد ميلادنا 88 كل يوم ربحين حتى ل 28 مارس يجي ويربحوا بالكارت مونوبري سمايلز زوز كراهب و 30 مليون فلوس في الكارتة وكالعادة 2500 برومو يستناو فيكم كل يوم في لي ماغازا مونوبري. مونوبري ديما معك. معنا صديقنا تروقة طارق صباح الانوار مونوبري صفاق السقيت الداير تروقة صباح النور رفاق انتو صباح النور كيف الحال يا صديقي؟ أنا يا أخويا نسألوا عليك الناس متحيرين عليك كيفاش غبت ثلاثة أيام عندي الوالد جمعة كاملة ما رقدش وأنت مريض جمعة كاملة ما رقدش إي إن شاء الله يكون خاطر أنا مريض نرقد كان ما يرجع الراف إن شاء الله خاطر أنا كنت مريض مش أنت مهبلو يا طارق إن شاء الله مش أنت محيره معناها ربي يفضله لك إحنا هنا في صفاق صراف إيش باش نقول لك على الناس اللي استقبلونا من عائلة الناصر البدوي اخوانه وعمومه جيرانه العائلة الكل جات والغريب انه الكراهب الكل حمر وصفر اللي جاو حمر وصفر كلهم يحيوا في الناصر البدوي اي ما فهمنيش شنو السر ما ندراش شنو السر حمر وصفر علاش الناصر البدوي وغريبه المعلومه اللي قلتها خاطر عائلة الناصر الكل تسكن في تونس مي برك طارق نقولوا انه عائلة الناصر جات تحيي فينا غادي وتحيي في الناصر البدوي طارق نلعبوا على 200 دينار معاك كل عادة خلي لسندريلا اليوم تختار نختاروا مراكي العادة نبدأ بها الأسبوع ولون اللباس تختاروا سندريلا يلا لون إيفام أزرق هاي لون إيفام الأزرق عندك شيء أزرق بحذاك يا شروق فما تقريبا أربع نساء في الأزرق اختار الأصغر إجا مدام اللي بحذاك سبحان الله حاضرة بالأزرق حاضرة سبحان الله حاضر ودي هذيك إيفام العفوية برشا عفوية كيفاش دخلت سبحان الله العفوية وكانت واضحة في الكادر المرأة تستنى معناها قال لها قدم تدخل في خبازة قدم شباك رقم واحد يلا نتعرفوا عليه هاي سلام لويزي من صفاقس مدام سلام صباح الأنوار شنو نهارك زين يعيشك يعيشك شنو أحوالك مدام إسلام مش تعمل في الدنيا؟ بالدار شبيك مفجوعة مدام إسلام عادي نورمال شبيك مفجوعة أنت توا على المباشر ما تعملش روحك ضغط فما محل مليون مليون يسمعوا فيك أصحابك عائلتك الزلقة فلقة ما نحبش نعمل لك ضغط معناها خليك لي سكول مدام إسلام دونك متزوجة عندك صغيرات؟ اي متزوجة عندي ولاد ربي ربي يفضله لك شو اسمه البوغوس يعيشك اياد اياد هاي نبداو بالسؤال الاول وقت شفت الحرب العالمية الثانية ما تضحكش لو عاد المنافس البربقي ما عندكش لا جواب السؤال الثاني شكون اكثر منتخب بهز كاس عالم تونس 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 لو حد عليك وعلى المنشط اللي بحذاك السؤال
السؤال الثالث، قد صرف تونس البارح في الاحتفالات بعيد الاستقلال؟ 400 دينار. 400 مليار. يلا مدام، نلعب على 200 دينار من اهداء مونوبري. السؤال يقول قداش من منتوج فيه ارخص الاسوام اليوم في مونوبري صفاقس ساقيه الدير؟ قداش من منتوج؟ نعطيك اربع احتمالات: 200 500 700 ولا 10000. 200 500 700 والا 10000. 10000 مش برشا. 10000 تو خليت 200 و500 و700 وبعد 10000 الضربه بلغت مدام. ها سرعت. نقص شوي في العاده متسرعه. انا ما نصحك اقعد متسرعه في العاده. متسرعه مدام، خذيت قرارات حسيت روحك متسرعه فيهم قبل؟ لا سيف رفيق شهيدة سيف ان شاء الله قول لها رفيقتك حتى قرار ما حسيت روحك تسرعت والله مرار الكادو ديما امريكا قرار الزواج حاسك تحب تدخل في العرس حاسك تحب تدخل في العرس لا طلعت مريقل ان شاء الله مريقل 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 وجوابك مريقل. مبروك عليك 200 دينار مبروك عليك 200 دينار من اهداء مونوبري في الكارت مونوبري سمايلز. مبروك عليك يا مدام اسلام، نسلموا عليك برشا ان شاء الله. مبروكين عليك وتحيه ليك وللاسفاقسي كل تحيه ليك تروقه على الليفور اليومي. ميرسي بوكو تروقه، ملتقانا معك ان شاء الله غدوه. مبروك عليك مدام، زيد معنا راك دخلت في القرعه باش تربح ان شاء الله كهرباء ولا 30 مليون في الكارت مونوبري سمايلز. كان هذا الجو مونوبري. مونوبري في عيد ميلادنا 88 كل يوم ربحين. حتى ال 28 مارس يجي ويربحوا بالكارت مونوبري سمايلز زوز كراهب و 30 مليون فلوس في الكارتة. وكالعادة 2500 برومو يستناو فيكم كل يوم في لي ماغازا مونوبري. مونوبري ديما معك. الأخبار بعدها بطاقاتنا رف ماك لتسعة ونص ما تبعدوش الشام. يفام ميتيو تيك تيبس كل نهار نقسمو في الاي تيك مع طارق مراد. في تيك تيبس اليوم باش نقول لكم كيفاه تحسنوا تجربتكم على انستغرام. لي ريزو سوسيو ولاو شقلاله، الناس الكل تعرف اللي الشهره والنجاح مربوطين اليوم بانستغرام وفيسبوك، وحتى اللي كان ضد الفكره نتاعهم فهم اللي كان يخرج من المنظومه هذه يولي مارجينال، يعيش على هامش المجتمع. اما فيسع تفهم زاده اللي النجاح على مواقع التواصل يلزم زاده خدمه وسحبات. القى الفكره اخدمها اربطها بالاودينس روجها وتفاعل مع العباد. نقولوا عندك انستا وفيسبوك ولينكدين وتيك توك، تياو خدمه بلانتون هذه. heureusement ثم اليوم دي سيرفيس ينجموا يعاونونا كيما بريفيو. بريفيو متوفر ابليكاسيون على ايفون ولا اندرويد، اما تلقاها زاده ابليكاسيون على الديسكتوب نتاع اورديناتورك. بريفيو مجعول باش يسهل عليك العيشه على انستغرام. اولا تنجم تبرمج لي بوست نتاعك، معناها كان تحب جمعه بالمسبق في الويكاند مثلا. ثانيا اكثر حاجه تاكل الوقت في انستغرام زياده الهاشتاج، نجم تخلق دي جروب دو هاشتاج يقعدوا ديما موجودين، دونك كل ما تجي تهبط تصويره يكفي انك تختار الجروب في مقعد تقعد تكتب فيهم بالكعبه. ثالثا وهذا غير تعاملي مع انستغرام، تنجم تعمل هذا الكل على الاورديناتور وما عادش تمس تليفونك كان باش تشوف اللايكات اللي هابطين عليك. بصراحه فيسبوك كارو يشري بريفيو تلمون الخدمه طياره. بريفيو باش تبرمج لي بوبليكاسيون انستا ديريكتومون من الاورديناتور نتاعك تنجح. تيك تيبس 9:14 دقيقة مواصلين معاكم الرحلة في الراف ماك. موعدكم توت سويت مع البطاقات الكارتون دو جور. كارتون دو جور يلا سيدي البطاقات وتفاصيلها. نحكيو على الترجي بعد شويه مع البرنس، ولكن نرجع على حدث سياسي متميز بتحكي عليه سونيا، تصريح جوهر بن مبارك وياسين العياري قبل لمسه وفاه لاسم غادر نانوال السعداوي. التفاصيل مع برهان بسيس. المفكرة والكاتبة والمناضلة النسوية المصرية نوال السعداوي انتقلت إلى رحمة الله البارح بعد 90 سنة من الحياة مليئة بالجرأة في نقد الثقافة الذكورية، بالجرأة في نقد الثقافة اللي طالما اضطهدت النساء وطالما
ميزت بين النساء والرجال في إطار نظرة دونية للأسف لازال يحملها مجتمعاتنا تجاه المرأة. نوال السعداوي لم يكن سهل أنها تصطعب الأفكار التقدمية هذيك في بيئة محافظة، بيئة في الشرق يعني مهما بلغت فيها محاولة التطوير، محاولة يعني إنشاء تجربة في الفكر التنويري، يبقى شرق محافظ. تعرف في بلد مثل مصر ونحكيه على 60 سنة التالي البدايات وسبعين طبعا 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 مصر السودان اشتهرت بالحملة ضد ظاهرة ختان البنات اللي كانت ظاهرة شائعة جدا في مصر، في مصر وفي السودان يعني، واللي فيها معناها ضرب لحق معناها من حقوق المرأة في أنها تكون كريمة في جسدها وفي بدنها. تعرف المرأة اللي ينظر لها في الشرق كوعاء جنسي، ينظر لها كوعاء متاع استغلال جنسي. نوال السعداوي خصت حياتها كاملة في نقد هذه الأفكار وفي استهداف هذه الأفكار، فحبينا نعملوا تحية لروحها رحلت يعني وتركت وراها. لا لكومنتير يسبوا بالطبيعة وكيف السواد الأعظم، السواد الأغلبية ما هذاك عليه لن تقوم منا قائمة. نحن مادام نتعاملوا مع الفكر النير والفكر الحر بعقلية خلينا نقولوا حتى الفكر نجم يكون مختلف عليه طبعا طبعا مختلف طبعا 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 وإلى الجحيم وقرينا معناها بالطبيعة أمام هذا فيسبوك معناها تبارك الله هذيك هي التعليق من كل حد بنوصوا من مدارس سياسية مختلفة زادت رقاهم بالطبيعة هنا ساهموا ما هم محسوبين على ما يسمى الفكر الإسلامي ويسخيلوا روحهم دفاعا عن الإسلام هكا كيسبوا مرأة باش يتقربوا من الله في وفاتها كما الناس الأخرين زادة كيسبوا حد آخر مختلف عليهم في الفكر مختلف عليهم في الرؤية وقت اللي يتوفى كيف كيف يسمعوا ما تبارك الله من إلى الجحيم إلى كذا إلى كذا ديما في الحاجة نتاع الموت اللي نرمو توقف كل الأنواع العادية وغيره نزيد نتأكد أنه يحب لنا سنوات ذوئية كعالم عربي مش حتى كتونس دخلت حتى على باش تاع المسار البارح وغيره كذا معناها تبارك الله فهمت تفهم أنه مازال قدامنا عقود وعقود وعقود باش نخلطوا للصفر باش نبداو من البار السوليد ونعود نبنيو من الاول وجديد. سونيا الدهماني التسريح ولا التدوينة عملت زوبعة كبيرة في الويكاند نحكيو عليه قالوا جوهر بن مبارك للتفاصيل نتاع البطاقة توت سويت. حاب نسمعوا ياسين العياري تأكيد الكلام وبعد شو ما قصش عليك الكلمة خليك تحكي مسترسلة شو قال ياسين العياري كي تسأل هنا مع خلود على تدوينة جوهر بن مبارك. دونك حسب جوهر بن مبارك انتوما في بالكم بها تونس كاملك وزيدك اكثر اجبره هو على يعني اعلن في بلاصته اللي حصلوا كانوا قاعدين جاب التلفزه صور وقال وقبلنا استقالتك والراجل قاعد ما استقالش ما كنتش نجم نحكيها انا خاطر مولي نظرا في سيادة الرئيس اللي هو سيبوزي ملاك منزه ما يغلطش وما يقدرش وما يخونش وما يعملش وما يتكتكش وما هوش كذا قالها واحد من اللي عاشوه من الفريق نتاع ياسف خفاخ ويزكف ذي حخرى هيا احنا تكلمنا كي خرج ياسف خفاخ من اللي هذاك ما لقاش كرامته قدام تصر وجات نادي قال صح نادي قال صح في الورقه تو كرهبته ورقه الاستقاله كرهبته ما لقاهاش قدام تصر هزولك كرهبته واي زيد 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 راهو شوف هذاك على اسم حاجه ما تقالش في السياسه لكن مادام قالها انسان من اللي عاشها باش تعرفوا الرئيس نتاعكم راه موش ملايكه كيما السياسيين الكل خبيث ويتكتك وعنده مصالح ويحب يحكم واليوم هو من اسباب الازمه. يلا سونيا غريب الحقيقه التصريح اللي جاء على لسان جوهر بن بارك لانه في المخيال الجماعي وفي القانون الرئيس الجمهوريه هو اللي يسهر على حسن تطبيق الدستور وإذا به جوهر بن مبارك أعلن أولا أنه باش يقول الحقيقة عما صار في كواليس استقالة السيد إلياس الفخفاخ ثم هبط التدوينة هذه اللي اعتبر فيها تصرف رئيس الجمهورية تحيلا وقال التوانسة يلزمهم يعرفوا اللي راهو رئيس الجمهورية غالط الرأي العام ويجب على الشعب أن يواجه الحقيقة. شنو هي الحقيقة؟ نعرفوا اللغط اللي صار الكل حول السيد إلياس حكومة إلياس الفخفاخ وفما شكون اتهموا اتهامات خطيرة وقعدنا أيامات ما نعرفوش شنو اللي بالضبط باش يصير. فيقول جوهر بن مبارك أنه رئيس الجمهورية طلب من السيد إلياس الفخفاخ أن يستقيل. قالوا باش نخمم
ففي نفس وفي نفس الوقت كانت فما لائحة سحب ثقة في البرلمان. دونك عندنا زوز وضعيات. أما باش تعدى لائحة سحب الثقة ويعود الأمر للبرلمان، ترجع بعد حركة النهضة والنواب والبرلمان هما يختاروا رئيس، هما اللي يختاروا رئيس الحكومة. فكان رئيس الجمهورية اقترح على السيد إلياس الفخفاخ أنه يستقيل، مازال ما عطاش الجواب متاعو، فاستبق الأمر رئيس الجمهورية وأعلن استقالة رئيس الحكومة اللي هو اختار. هذا كلام جوهر بن مبارك، هذا كلام جوهر بن مبارك وياسين العيار والطبقة السياسية اللي يبدو أنهم في بالهم في بالهم بالشيء اللي صار. شوف يظهر لي لو هذا صار صنيع ولو ما صارش، مشي لي في فرضيات، لو ما صارش اليوم فخفاخ مطالب انه يكذب، لو هذا صار لو هذا صار اليوم اليوم ساعه. اولا الحقيقه ينجم ياكدها ولا ينفيها الياس الفخفاخ، هو الوحيد اللي نجم يقول تقول من بعد عنده واجب تحفظ، ما فماش واجب تحفظ، هذه هي امور دوله يلزمنا باش نعرفوها ويلزم الناس باش تعرف. ربما انا نوافق يسيل العياري في حاجه، هل نتاع الملاك الطاهر نتاع رئيس الجمهوريه يبدو لي لازمنا نبداو نفهموا شكون رئيس الجمهوريه بالضبط، خاطر انت عندك برشا مؤشرات، راهو مؤشرات اني انصار قيس سعيد يهبطوا يطلبوا بحل البرلمان، ناس تحب تحل البرلمان وناس مش حتى حل البرلمان، ان نرجعوا لنظام رئاسي، ورئيس الجمهوريه يحب على نظام رئاسي، يحب على نظام رئاسي، يحب يحكم وحده، هذايا اليوم متفق عليه تقريبا. فإذا كان رئيس الجمهورية ماشي في التمشي هذايا، وإذا كانوا الكلام صحيح، هذا يؤكد أنه رئيس الجمهورية عمل كل ما في وسعه باش تبدا دائما الامور بين يديه، قاعد يبلبس، قاعد يخلبص، قاعد يحط رئيس الحكومه يطلب منه يستقيل، يقدم استقالته في بقعته ويجيب لنا واحد اخر ومن بعد يتعاركوا هو وياه. شفت الفوضى العارمه هذيا، يبدو لي انه رئيس الجمهوريه هو المتسبب الاكبر فيها. برهان نجم يكون صار هذا؟ سالي فخفخ على 72 ساعه ما عمل حتى شيء، ما تنسي تفاعل راه حتى مع حاجات بسيطه ويهبط تدوينات حتى على اعلامي يلمح له في بلاتو في اذاعه ولا في تلفزه ولا كذا. اليوم 72 ساعه الصمت الرهيب، الصمت اللي يفتح باب التاويلات. للامانه جوهر الناس تسال علاش اليوم، عاش يهمني علاش اليوم، يهمني تكلم حتى نجم يكون لغايه في نفس يعقوب، هل اللي قاله صحيح ولا لا؟ ياسين العياري عاهدنا انه يقول حاجات بنسبه كبيره تكون صحيحه، خاصه كي يقول لك راني انا نعرف وراني كذا وكذا، بعيد على ساعاتك كهونات وما صار قضيه باش نربح باش نخسر وغيره. حسب قراءتك وحسب كواليسك، انا تو شكون بعث لي ديريكت على الواتساب يقول لي رفيق راهي صارت وهو وجه فاعل في الحياه السياسيه في تونس. مانيش نسمي، نجم يكون صار هذا برهان. هي اللهم جوهر مبارك وصيبة بلوثة من الجنون، توازت مع لوثة من الجنون أصابت ياسين العياري فرد وقت هبلو، لكن هذا مستبعد تقريبا. الشهادة قدمها في سياق تقريبا شهادتين، هي واحدة تعلق بحكومة الحبيب الجملي، هو جوهر تقريبا حط يده في الاحتمالات الداخلية اللي موجودة، هناك نقاشات راهو في داخل التيار الديمقراطي، داخل الكتلة الديمقراطية، معناها نقاشات هذه ما يسمى الصف الثوري، وين باش نهزوها الحكاية هذه؟ باش نقعدوا يا أخي رئيس الجمهورية من الصف الثوري مش من الصف الثوري، رئيس الجمهورية معاه كل جو الحراك الثوري اللي انتصر في انتخابات 2019، فما شكوك اختلافات، الاستقالة المبهمة الغير معروفة الأسباب إلى الآن نتاع سي غازي الشواشي، من غاديك تسريبات سي محمد عمار وكلام سي محمد عمار، خلينا سي التسريبات بتاتر عملية فيها وعليها، لكن كلامه ما كانش يحتاج تسريبات وقت اللي حضر مع زميلنا سمير الوافي عنده توا جمعتين، وما أثرته داخل الكتلة الديمقراطية وداخل التيار الديمقراطي من نقاشات في وسط الجو هذايا، جات شهادة راهو فماش عالم، أنا ماهيش شهادة مسقطة نشوفها ولا في غير سي، جاء في اطارها النقاشات هذه حول التعريفات، ما الصف الثوري شنو مهام الصف الثوري، الرئيس تابع للصف الثوري مش في الصف الثوري، اعطى شهاده للتاريخ انه رئيس الجمهوريه استبق سيد الياس فخفاخ في اطار كما قال ياسين العياري، زاد رئيس الجمهوريه يعمل في السياسه يكنبص، يحب على السلطه، مش كثير شره تجاه السلطه، يحب يحكم يحب كذا، يحب يحط جماعته. يا اخي هي شنو في نهايه لما عركته مع سيد مشيشي، يا اخي شنو هي عركته مع سيد مشيشي، حط لي جماعتي خليني جماعتي وانت وزير اول عندي. رانا نناقشوا كان في الطرق القانوني والدستوري والذي يستقيم ولا يستقيم، بعد الكلهم يحبوا على السلطه والكلهم يحبوا على الكرسي والكلهم يحبوا
على البوفوار، ولكن اليوم انه جايك رئيس حكومه نتاعك ماهوش مستقيل كما يحكي دوهر بن مبارك ولا ياسين العياري، تلوح له كاميرا وتقول قبلنا الاستقاله. اي لكن هذه المشكله اللي هنا تتحط على السيد ياسر الفخفاخ كيف قبل بهذا السيناريو. حاجه اخرى ربي يجي في نفس الوقت، يجي في نفس الوقت كمان يزمنا نذكره اللي الشعب يريد، حزب الشعب يريد قدم تقريرا لدائرة المحاسبات حول التمويلات الأجنبية لحملة السيد قيس سعيد. دونك فما حاجة، فما حاجة، فما أمبيانس كاملة تدور حول رئيس الجمهورية. بعد شوية ونعتذر منه خليناه يستنى باش ناخذوا بالتليفون بمناسبة اليوم العالمي للمياسي معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب. فاصل صغير ونرجع لكم للرثمانجا. معكم في الرثماق، وكما قلت قبل الفاصل بمناسبة اليوم العالمي للمياه يحضر معنا بالتليفون سي معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب باش نحكي على وضع المياه في تونس والرهانات. سي معز بالحاج رحومة صباح النور وشكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا بك ونعتذر على التأخير. صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة يافا. شكرا لك سي معز بالحاج رحومة. نحكيو اليوم بمناسبة دونك اليوم العالمي للمياه على الثروة المائية، الوضعية صعيبة قناعة عند الناس الكل فيما يخص الموضوع هذا، كيفاش تقيموا اليوم الوضع بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الأزمة في تونس وأهم الرهانات على المستوى القريب والمتوسط وحتى البعيد؟ الكلمة لك سي معز. هو احنا التقييم الصوره الان وضع الماء بصفه عامه في تونس في أسوأ الصوره نتاعو، اذا كان خلينا باعتبار انه في سنوات الستينات والسبعينات كان نصيب المواطن التونسي الفرد حوالي 1000 متر مكعب سنويا، اليوم نتحدث على اقل من 500 متر مكعب، معناتها 500 هي رقم عنده دلاله اللي هو مستوى الفقر المائي، واحنا اليوم في مستوى 430 متر مكعب للفرد على في السنه، معناتها وبالتالي تونس اليوم في مستوى فقر وننحدر شيئا فشيئا من خلال خاصه باثار التغيرات المناخيه اللي يشهدها العالم كله، تشهدها تونس كجزء من التغيرات المناخيه العالميه. دونك هذا وجب علينا التعاطي بأكثر سرعة وأكثر جدية في علاقة بمجلة المياه اللي صدرت في 1975، معناتها نتحدث على مجلة جديدة في بعد 45 عام من صدور المجلة الأولى اللي أصبحت غير قادرة على متابعة ومواكبة التغيرات اللي نحكي عليها هذه المناخية في علاقة بالاستعمالات المتعددة للماء. كذلك في الستينات من القرن الماضي كان عندنا حوالي 60,000 هكتار من الأراضي السقوية، نقول أراضي السقوية اللي هي تسقى معناتها بشكل مش بمجرد بالماء الأمطار بل تسقى بشكل بري تكميلي معناتها دوري، الآن عندنا أكثر من 435,000 هكتار، وبالتالي حتى مساحات السقوية اللي هي في حاجة الاستعمالات في الماء خاصة في مستوى الري أصبح فما تحدي كبير. نقطة ثانية متعلقة بخاصة الوسط الريفي، وإحنا نتحدث بعد خاصة صدور المجلة الجماعات المحلية وأنه كل شبر من التراب التونسي وكل مواطن حيثما كان له الحق في التمتع بنفس الخدمات من البلدية اللي ينتمي لها، معناتها في الماء الصالح للشراب في التطهير وفي غيره. دونك هنا عندنا معضلة المجامع المائية والجمعيات المائية اللي أصبحت كارثة حقيقية، والسونات خاصة في الوسط الريفي غير قادرة نلقاو مصير، معناتها فئات كبيرة من الشعب التونسي تقدم لهم الخدمة هذه خدمة الماء الصالح للشراب جمعيات فهذه معناتها بنيفولا معناتها فيها متطوعين. نعم فيها متطوعين، والمتطوعين هذا في أغلب الأرقام اللي عندنا في الإحصائيات هما يشكو سوء تصرف، وبالتالي نلقوا انقطاعات نتيجة سوء تصرف المجامع والجمعيات هذه، وهذا يسبب خاصة في مواسم الصيف وحتى في بعض الجهات وفي بعض الأماكن حتى وسط العام انقطاعات متتالية وبعض الأحيان تدوم أسابيع معناتها، وهذا يخلي نوع من الاحتقان. دونك المجلة الحالية اللي احنا بصدد مناقشتها وانطلقنا في ندوات وطنية إقليمية
جابت كل ولايات الجمهورية تقريبا، واختتمناها الأسبوع الفارط في لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بالاستماع إلى الخبراء لاختتام جملة النقاشات والمقترحات التي قدمت. وبالتالي التحدي المطروح علينا اليوم هو من خلال صياغة هذه المجلة الجديدة اللي تكون أكثر ملائمة للوضع المائي اللي هو خطير، كيقولوا خطير. إذا كان نتحدث في دراسة أجريت للوضع المائي في حدود 2050 قد يكون نصيب المواطن أقل من 300 متر مكعب، وبالتالي ضروري تغيير. وقتاش وقتاش سي معز وقتاش نجمو نخلطوا؟ احنا قد قبيله تحت 430 متر مكعب نصيب في حدود 2050. في حدود 2050 هناك تحديات، لو لم نتحرك بشكل جدي بشكل علمي بشكل مدروس بشكل نخطط له نحن في علاقة بحوكمة المياه، في علاقة بحسن التصرف، في علاقة بإعادة النظر في الخارطة الزراعية شنو اللي يلزمه يتزرع ونواصله زراعة. لماذا تنتظر الدولة سي معز باش تعمل هذا الكل؟ أنا تحكي لي في وضعية كارثية للأمانة، معناها كلامك يفجع. نحكي على حاجة حياتية، احنا ديجا تحت خط الفقر 430 وخط الفقر اللي محدينه في العالم هو 500. كل ما حكيته وانت اليوم يفجع. نحكي على حاجة حياتية سي معز، ماذا تنتظر الدولة اليوم لتنتفض؟ معناها باش تحاول تلقى مشكل حل بلوتو لهالمشكل الكبير اللي يمشي ويتفاقم. معناها خلينا نكونوا أمناء في النقل. هو الدولة التونسية منذ عقود عملت جهد كبير في علاقة بالسدود والبحيرات الجبلية، ولكن الجهد هذا لم يعد كافي. نعم هذا غير كافي. علاش نقول لك على زادة اللي هو علاش قلنا الصورة ستكون أكثر سوء؟ لأنه العديد من السدود، والسدود في العالم أجمع عندها ديوري دو في، عندها عمر. عنا سدود الآن فيها نسبة فوق 30%، معناتها ترسبات، معناتها شيئا فشيئا طاقة الاستيعاب، خاصة السدود الكبرى على مستوى وطني، طاقة الاستيعاب متاحة مع الوقت بشوية بشوية باش تلقى صعوبة في تحمل نفس الكميات. وبالتالي ضروري، وهذا دور المجلة اللي معناتها مطروح علينا أنه نناقشه، ضروري ضبط آليات جديدة في حوكمة المياه استغلالا وتصرفا. لأنه مياه الأمطار احنا عندنا حوالي 36 مليار متر مكعب تهطلات أمطار في العام على تونس، جزء كبير منها قرابة 20 مليار يمشي للبحر ويمشي للسباخ بين قوسين، و 4.8 فقط مليار من المياه هي اللي قاعدين نتحكموا فيها. وبالتالي كل الجهد وكل الأبحاث العلمية وكل الاستثمارات الحقيقية اللي هي مربوطة بحياة المواطن وأمنه الغذائي وأمنه الوطني يجب أن تنصب في تطوير قدراتنا وحوكمة الموارد المائية من خلال حسن التصرف في الكميات الكبيرة من التهطلات الأمطار اللي قاعدة تصب علينا، واللي من خلال تغيرات مناخية أصبحت غير منتظمة. معناتها نجم تجي كميات كبيرة جدا تجي في ظرف زمني قصير تسبب في فيضانات، ونكونوا عاجزين في التصرف فيها. عاجزين أن نستوعبوا الكميات هذيك ونتصرفوا فيها. رسالة أخيرة للمواطن، شو تقول معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب؟ ثم دولة لازم تحرك، ثم مسؤولين، ثم سلطة. احنا نجمو كان نتبعوكم، كان فما حاجة ندزوا معاكم، ولكن للمواطن ثم رسالة اليوم ينجم يساهم شوية المواطن. عديد الرسائل المتعلقة بالمواطن بثقافته في دقيقة سي معز، خلي لك الرسائل في دقيقة. هو كما في بعض الدول معناتها المقارنة كما جنوب افريقيا مثلا غيروا تقاليد، معناتها تلقى السبب كلهم ايكونوميك، تلقى لدواش ايكونوميك، تلقى ثقافة المواطن عندما يقع تحسيسه. هذا دوركم انتم، دور وسائل الإعلام، دورنا احنا، دور الجمعيات، دور المنظمات اللي تشتغل في المجال المياه والبيئة والتنمية المستدامة، دور كل الأطراف بكل دوركم انتم زاد سي معز باش تعملوا حملة وتطلقوها وتقعد عام على 12. احنا بيدنا راهو شوكي بالكلام اللي تقول فيه توا معناه سي معز، فما بالك المواطن البسيط. هذا اللي قلناه انه وسائل الإعلام الدولة يجب ان كما كانت تجربة قديمة في علاقة دي سبوت بيبليسيتير توعوية في المدارس في دور الثقافة في المناشط الثقافية عموما والرياضية، يجب أن يكون هناك وعي جديد بخطورة السنوات القادمة اللي لقد لك نوصلها بنفس الصورة اللي متوقعينها ستكون كارثية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب على التدخل معنا بالتليفون في علاقة بوضع المياه في تونس بمناسبة اليوم العالمي للمياه. المهم توا شكون مع الغنوش وشكون مع عبير وشكون مع المشيشي وشكون مع قيس؟ نحن تحت خط الفقر
في علاقة بال 430 متر مكعب وقت اللي السوي متاع الفقر باش ندول نحكيو على الفقر 500 فاش يعملوا العباد اللي يحكموا 10 سنين و20 سنة فاش يعملوا بري تكاو لينا ربي على الاقل في مارس او نقضنا به الويكاند هذا اللي فيه شويه امطار ما قال لك حتى ذي ما ينقذكش كي بدا ماكش مستعد والكونتيتي تصب كبيره انت غير قادر على استيعابها وانك تصرفها بالطريقه اللي تحب عليها وقت اللي عندك صدود خربت وغيره كذا دونك حتى هالمطر يمكن تفرح الفلاحه ولكن في علاقه بالماء نجم الباسي نابيرسيو السياسه يجب ترجع لعقلها يزيها من الغرائز ويزيها من الريق بتاع التفريق ويزيها من الريق بتاع أنا البطل وغيره وكذا السياسة البطولة الحقيقية في السياسة هي الانكباب على الملفات من نوع هذا على المياه على الصحة على الكياسات على البنية التحتية على التطوير من نوع هذا هذا أهم منهم غير ذلك تضيع الوقت ولعب ودغدغ المشاعر الناس اللي للأسف وقت الأزمة تفقد عقلها تولي تخمم بالغريزة يا ربي جريح على السلاح ربي بقي ستر على تونس شكرا لكامل الفريق ميرسي سونيا ميرسي برهان سندريلا البرنس زياد الناصر خليل في الإخراج سيرين في الإعداد قسم ديجيتال كانت هذه حلقة اليوم 22 مارس 2021 ملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة وماتنا الأخرى من راف مايك نسلم عليكم برشا 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 إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل إن شاء الله جمعة مزيانة وربي يعطيكم ما تتمنى وربي يحل بيبان في وجوهكم السلام عليكم نهاركم زين باي باي تشاو تشاو